Hello guys, welcome back to my channel. النهاردة هوريكم my fall night time routine. من أكتر الحاجات اللي بحب أعملها بالليل هي البامبر نايت روتين، لأنه بيهدي أعصابي جدا، خصوصا أن النهاردة كان عيد ميلادي، فحبيت أني أعمل روتين أدلع في نفسي شوية. فأول حاجة بدأت أني أعملها أني لبست الروب الفرو التحفة ده علشان أكون دفيانة، ودلوقتي هحط أغنية تكون ريلاكسنج قوي علشان نهدي بيها أعصابنا. بالنسبة لي يوم زي ده عمره ما يكمل من غير ما ولع شموع كتير، تدي شكل حلو للأوضة، وفي نفس الوقت بتدي ريحة تجنن، خصوصا اللي ريحتهم بامكن وريحتهم فانيلا، بحب الاتنين دول جدا. مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تخلي الأوضة بتاعتكو كوزي او مريحة ودافية قد البطاطين، فانا هعمل ليرينج وهحط بطاطين كتير على السرير، لانه الروتين ده هيكون بالليل وهنقضي معظم الوقت تقريبا على السرير، فعايزين السرير يكون شكله حلو وكمان في نفس الوقت يكون دافي وفيري كوزي. لازم في أي نايت تايم بامبر روتين بعمله أهتم ببشرتي وأعمل سكين كير، بحب برضو قوي أحط ماسك على وشي في اليوم اللي هدلع فيه نفسي أو هعمل بامبر نايت روتين، لأنه مين ما بيحبش يحط ماسك؟ أنا بحب جدا أحط ماسك على وشي. هرفع شعري دلوقتي بان وهنبدأ مع بعض السكين كير روتين. هستخدم الفوريو لونا 3 اللي أنا بقيت مدمنة عليها آخر فترة، بجد يا جماعة تحفة، بنظف بيها وشي تقريبا كل يوم بعد الميك اب أو حتى لو مش حاطة ميك اب، وأحلى حاجة أن انتوا بتقدروا تتحكموا فيها من على الابليكيشن بتاعتهم من على الموبايل، ومش قادرة أقول لكم قد إيه الجهاز ده من فوريو ريلاكسنج جدا ومناسب لأي بامبر نايت روتين. علشان احنا النهاردة بندلع نفسنا على الآخر، فحبيت اني اعمل تريتمنت لبشرتي باليو اف او 2 من فوريو، هستخدم معاه الشيت ماسك ده. ده يا جماعة بيحسسكو ان انتو في سبا لكن في البيت، بيعملكو تريتمنت بجد يجنن، واحساس فعلا فعلا حلو كأنكو في سبا، وانا هنا مغمض عينيا علشان اعيش الجو واحس نفسي ان انا مش في البيت. أكيد نعمل بامبر نايت روتين من غير ما نعمل بابل باث ونملى البانيو بمية دافية ونحط فيه لاش باث بامب. أكتر حاجة بحبها في الفصل ده من السنة هي البابل باث، ودي من لاش للكولكشن بتاعت الهالوين كانت ريحتها تجنن، وأكيد مفيش بابل باث من غير ما نولع شموع كتير، فأنا هبدأ أملأ البانيو بالشموع حواليه علشان يبقى ريلاكسنج جدا جدا.
ما خلصت البابل باث بتاعي هطلع دلوقتي بيجامة جديدة. إحساس البيجامة لما تبقى جديدة كده ونظيفة بيبقى حلو جدا. ودلوقتي هاخد البادي لوشن والبادي ماست بتوعي من فيكتوريا سيكريت، اسمهم كوكونات باشن وريحتهم روعة للفول. أكتر حاجة ممكن تحسسني إن أنا كوزي ومتدفية كده ومبسوطة هو الهوت شوكلت، وأنا بحب أعمل الهوت شوكلت بتاعتي بالفانيلا والسينمون، بيبقى طعمها روعة. طويل وكل الشغل دي اكتر حاجة انا ببقى متحمسة عليها في اليوم كله، اني بس اقعد في السرير وما اعملش اي حاجة. وعلشان اتدفى هلبس الشراب الفرو بتاعي وهتغطى بكل البطاطين بتاعتي، وكمان هجيب اللابتوب بتاعي وهبدأ اني اتفرج على حاجات مختلفة كتير. بحب اتفرج على اليوتيوب، بحب اتفرج على الناس اللي انا متابعاهم، شوية نتفليكس، شوية فيديوهات. خلصت كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب بقفل اللابتوب. والنهاردة كنت طالبة عشاء عبارة عن سوشي علشان كان عيد ميلادي، فكان لازم أدلع نفسي شوية. بعد ما خلصت أكل ورحت غسلت سناني وكل حاجة، بعد دلوقتي في السرير قعد ألعب بالتليفون، أشوف الإنستجرام، أشوف اليوتيوب، أرد على الإيميلات اللي لسه مردتش عليها لحد ما أنعس. ولما خلاص فاينلي أحس إن أنا جالي نوم بقفل التليفون وببدأ أني أنام. وبس يا جماعة، هو ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. Thank you so much for watching، وأشوفكم في الفيديو الجاي. Bye.